تحاول فرق الإنقاذ وفرق الدفاع المدني البحث عن عالقين تحت الإنقاض، خاصة مع وجود أحياء سكنية مدمرة بشكل كامل في العديد من المدن والبلدات في محافظة إدلب وشمال غرب سوريا، إذ لا تزال هناك عشرات العوائل عالقة تحت ركام الأبنية السكنية، خاصة مع ضعف الإمكانيات وقدرة فرق الإنقاذ على الاستجابة لجميع المناطق المنكوبة. طبعا تعرضت المنطقة لعمليات عسكرية مستمرة كان يشنها النظام السوري على المدنيين والقوى الثورية الموجودة في المنطقة. هذه العمليات أدت لدمار جزء كبير في معظم البنية التحتية في محافظة إدلب وشمال غرب سوريا، وهما أدى لدمار أجزاء كبيرة من هذه المناطق المتهالكة أصلا، حيث أن الزلزال ضرب مناطق وأبنية سكنية متصدعة نتيجة هذه العمليات العسكرية، ما أدى لأن يكون حجم الأضرار كبيرا وحجم الإصابات والضحايا أيضا مرتفعة. بالنسبة للمساعدات التي تقدم لمناطق سيطرة النظام السوري، لا يسمح لها النظام السوري بالمرور إلى المناطق الخارج عن سيطرته، وهذا يعني أن مناطق شمال غرب سوريا لن تستفيد من أي مساعدات ترسل عبر نظام الأسد. الجدير بالذكر أن المنطقة لم تتلقى أي مساعدات تذكر بعد قرابة 35 ساعة على الزلزال المدمر، والذي وصل عدد ضحاياه إلى 900 قتيل وأكثر من 2500 جريح، في حين تزال عشرات العوائل عالقة تحت ركام منازلهم، مما ينذر بارتفاع عدد الضحايا. الوقت بدأ ينفذ، و48 ساعة القادمة ستكون حاسمة في ظل عجز الفرق التطوعية وفرق دفاع المدني عن تخديم كافة المناطق نظرا لنفاذ المواد اللوجستية المخصصة للحفر والبحث وقلتها. نناشد جميع الدول المعنية إلى التحرك بأسرع وقت ودعم منظومات الإنقاذ والدفاع المدني قبل حصول الكارثة. طبعا وعود وضمان النظام السوري وصول هذه المساعدات إلى مناطق شمال غرب سوريا هو ضمان يراه الكثيرين مثيرا للسخرية، خاصة في ظل سعي النظام لاستعطاف المجتمع الدولي لرفع قانون قيصر عن مؤسساته. إذ أن جميع الوعود بضمان وصول المساعدات إلى محافظة إدلب فارغة ولا أساس لها على أرض الواقع.